طبعا البيت الكبير اللي احنا اتربينا فيه، النادي بتاعنا يعني اللي اتشرفنا ان احنا لعبت فيه، وانا واحد من الناس اللي اتشرفت ان انا لعبت في النادي الاهلي. على فكره انا كانت بدايتي مش في النادي الاهلي، انا اول بدايتي كانت في مركز شباب العباسيه، والحمد لله كاننا بنحقق نتائج كويسه جدا، وكنا بنكسب اهلي وزمالك وبناخد بطوله القاهره والجمهوريه. وابتدى كابتن عادل شرف الله يرحمه، كان ساعتها المدير الفني في النادي الاهلي، وابتدى يختارني انا وكام لعيب من مركز شباب العباسيه، وتم انضمامي للنادي الاهلي سنه 92، والحمد لله لعبت ناشئين والدرجه اولى، وابتدى بقى مشواري مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الحمد لله. يعني انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي وانا انضميت لمنتخب مصر، يعني دايما النادي الاهلي نادي يعني ما شاء الله في الحته دي، بيعمل لعيبه وبيدي اسم للعيب وبيخليك كمان الحمد لله، يعني حته بقى النجوميه اللي احنا بنتكلم عليها دي النادي الاهلي بيديها لك يعني بجماهيره وبالتشجيع. وكنت مبسوط جدا جدا ان انا راجل اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، امي وابويا واخواتي والحمد لله، فانضميت للنادي الاهلي وابتدت موضوع البطولات معاه من 92. انا بطلت تقريبا 2010 2011، خدنا فيهم الحمد لله مع كابتن اشرف توفيق وكابتن نبيل بخيت وكابتن سيد مصطفى كابتن سيد صابر كابتن خالد بخيت، انا مش عايز انسى حد، لكن كل المدربين دول اشتركوا معانا واشتركت معاهم وخدنا بطولات. خدنا حوالي 2 افريقيا معانا هنا في النادي، وخدنا 4 دوري سوبر، وخدنا 7 كاس، خدنا حوالي 3 مرتبط. علاقتي بالنادي الاهلي علاقه وطيده جدا، يعني انا من وانا لعيب يعني احنا تقريبا كنا بنقعد هنا في النادي اكتر ما بنقعد في بيوتنا مع اخواتنا وابويا وامي، يعني وكنا في معسكرات على طول وسفر وبطولات، فكنا بنقضي في النادي هنا وقت اكبر ما بقضيه في بيتنا يعني. فالحمد لله يعني علاقه وطيده جدا، والعلاقه الوطيده دي كمان يعني انا شايفها ان انا بعد ما بطلت يعني الحمد لله النادي الاهلي اداني مسؤوليه ان انا امسك مدير جهاز اداري الدرجه الاولى والناشئين، ودي كانت حاجه تسعدني جدا. يعني انا على الرغم ان انا لسه مبطل، لكن مسكت مسؤوليه كبيره ان انا ابقى مدير جهاز، ودي كانت حاجه تسعدني جدا ان النادي الاهلي يثق فيا ويديني المنصب ده. طبعا عندنا مواقف كثيره، يعني انا عايز اقول لك حاجه، احنا الحمد لله يعني انا برضو لعبت مع جيل كان مميز جدا، طارق خيري كان بلي ميكر، كان علاء زهران جنبي كتر، كان تحت الباسكت كان كابتن هاني عبد المنعم، حاجه يعني من الخبرات اللي اتعلمت منه كتير لانه كان كابتن فرقه، وتعلمت ازاي ان انا ابقى قيادي، لان انا جيت في وقت انا قعدت 5 سنين كابتن الفرقه، فكنت متعلم من كابتن هاني ازاي تقود فرقه يعني. طارق الغنام، ياسر ابو الفتوح، انا مش عايز انسى اسماء لان كانت مجموعه كلها كانت كبيره، كان رامي الدياستي وكريم ضيف ومودي الجرحي، كانت مجموعه كبيره جدا جدا جدا، جيل الحمد لله يعني ربنا كرمنا ان احنا عملنا بطولات. انا عايز اقول لك ان احنا الجيل بتاعنا لما طلع درجة أولى كانت البطولات في النادي الأهلي كانت في الباسكت كانت قليلة كتير، يعني كانت تقريبا 2 دوري أو 1 دوري و2 كاس، كانت حاجة كده يعني. الحمد لله مع الجيل بتاعنا مع المدربين اللي احنا اشتركنا معاهم حققنا شوية بطولات يعني نقول لحد ما كويسة، فكانت ذكرياتنا مع البطولات دي جميلة، وأهمها طبعا البطولات اللي بتبقى في أفريقيا. احنا خدنا وأنا بلعب 2 أفريقيا، واحدة في السنغال واحدة عندنا في النادي الأهلي في صالة النادي الأهلي، وخدنا 4 دوري سوبر، خدنا 7 كاس، خدنا منطقة بتاع 6-7 برضو بطولة المنطقة، خدنا المرتبط اعتقد خدنا 3 دوري مرتبط، ده وانا بلعب. لما دخلت في الجهاز يعني انا مثلا في الفترة اللي فيها مع طارق خيري احنا خدنا 6 بطولات، خدنا افريقيا بطولة طبعا المشهورة جدا افريقيا اللي كانت عندنا في الملعب هنا، وخدنا دوري وخدنا كاس وخدنا 3 مرتبط، فالحمد لله يعني نقدر نقول عدد معقول من البطولات. يعني انا كنت اتمنى ان هو كان يبقى اكتر وكده، وكنا نقدر نعمل تاريخ اكتر من كده، بس يعني زي ما قلت لحضرتك ان المنافسه في الباسكت بتبقى اصعب شويه. هي كانت اهم واصعب بطوله بالنسبه لي بطوله افريقيا في السنغال. اول ماتش كان عندنا مع انجولا خسرناه طبعا، يعني كانت البدايه وحشه قوي ان احنا نخسر اول ماتش، فابتدينا جمعنا الفرقه ونركز مع بعض ومحتاجين ان احنا الماتشات جامده، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني كل الماتشات اللي بعد كده كسبناها وخدنا بطولة أفريقيا في أجواء صعبة جدا جدا في ظل فرق كانت مركزة وبالذات فرق أنجولا يعني، ودي من الأصعب البطولات ومن أكتر البطولات اللي أنا بسعد بيها يعني. جماهير النادي الأهلي بالأخص حاجة مميزة جدا جدا، يعني حاجة كده احنا كنا وأنا بلعب أنا مش عايز أقول لك يعني احنا كنا في ماتشات بنبقى خسرانين 20 بونت، مع تشجيع جماهير النادي الأهلي كانت بتخلينا كده عارفة هو اللي بيصحي الحجر بالبلدي كده، وإحنا فعلا كنا في الملعب
بتشجيع النادي الاهلي وجماهيره. احنا كنا بنموت نفسنا وكنا بنقلب المباراه بعد ما بنبقى خسرانين 20 بونت ونكسب، وكانت ماتشات بتبقى مهمه، اهلي زمالك اتحاد، والحمد لله ربنا كرمنا. لكن جماهير النادي الاهلي دي بتحب النادي بقلب وواقفين جنبنا، وبشكرهم. ما اقدرش يعني ما عنديش كلام كتير اقدر اقوله لهم غير ان انا شكرا ليكم يعني.